السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع التلاميذ والتلميذات. سوف نعمل خلال هذا الفيديو على تصحيح الامتحان الوطني لمادة التاريخ والجغرافيا دورة يونيو 2016، وسوف نقتصر خلال هذا الجزء على تصحيح مادة الجغرافيا على أن يتم تصوير جزء ثاني إن شاء الله في القريب. فعلى بركة الله ننطلق. إذن كما تلاحظون، السؤال الأول هو تحويل معطيات الوثيقة واحد. المطلوب هنا واضح، هو مبيان بالمنحنى، وكما تلاحظون من خلال هذه الوثيقة فلدينا مجموعة من المعطيات، هم نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي لمجموعة من القوى الاقتصادية في العالم ما بين 2011 و2015، ويتعلق الأمر طبعا الحال كما تلاحظون من خلال الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الصين، كوريا الجنوبية، وهذه المعطيات تهم ما بين 2011 و2015. إذن المطلوب هو مبيان بالمنحنى، مبيان تطوري لتوضيح هذه المعطيات. فبعد رسم المبيان تكون النتيجة على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون هذا هو المطلوب من خلال الإجابة ديالكم، وهذا المبيان يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، أهمها بطبيعة الحال الدقة في الرسم، الجمالية، واحترام أساسيات المبيان. وهذه الأساسيات هي على الشكل التالي: أولا العنوان، كما تلاحظون من خلال المبيان هناك عنوان أعلى: تطور نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالمئة لبعض القوى الاقتصادية في العالم من 2011 إلى 2015. ثم المفتاح، كما تلاحظون هناك مفتاح لكل دولة على حدة بلون، ويمكن كذلك اعتماد الرموز في حالة عدم توفر ألوان مختلفة. ثم المقياس، هنا اعتمدنا مقياس واحد هو 1% لكل 1 سنتيمتر. ثم في الأخير هناك المصدر، كما تلاحظون خلال الوثيقة المصدر هو لابونك سكوتيا 2016 أناليز إيكونوميك مونديال. وفي الأخير العنصر الأخير هو الإطار، يعني يجب وضع هذا المبيان داخل إطار. كما تلاحظون هذا السؤال فيه 3 ديال النقط. السؤال الثاني من خلال الامتحان الوطني هو المطلوب وصف وتيرة تطور نمو الناتج الداخلي الإجمالي للقوى الاقتصادية الممثلة في المبيان الذي قمت بإنجازه عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة. فمن خلال المبيان يتضح مجموعة من الاستنتاجات: أولا هناك تباين في نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين القوى الاقتصادية، حيث يتجاوز 6.9% في الصين سنة 2015، في حين يتعدى 1.1% في فرنسا خلال نفس الفترة. الخلاصة الثانية أن الصين تعتبر القوة الاقتصادية التي سجلت نسب نمو مرتفعة، حيث وصلت إلى 9.5% سنة 2011. الخلاصة الثالثة أن كوريا الجنوبية تأتي في المركز الثاني من حيث نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي، والذي يبلغ 3.7% سنة 2011 دائما. الصين بدورها سجلت تراجعا في نسبة نمو، حيث انخفضت النسبة من 9.5% إلى 6.9% ما بين 2011 و2015. خلاصة القول أن غالبية القوى الاقتصادية سجلت تراجعا في نسبة النمو ما بين 2011 و2015، باستثناء بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية، وهي القوة الوحيدة التي عرفت ارتفاعا مهما في الناتج الداخلي الإجمالي، حيث انتقل من 1.6% إلى 2.4%، وهو بطبيعة الحال ما زال بعيد عن النسبة المسجلة في الصين التي تتجاوز 6.9%. السؤال الثالث ألف فيه نقطة واحدة: المطلوب استخراج من الوثيقة 2 مظاهر انتعاش اقتصاد منطقة الأورو والعوامل المفسرة لها. كما تلاحظون من خلال هذه الوثيقة هناك مجموعة من المعطيات، يجب أن تعملوا على قراءة الوثيقة جيدا لتستخرجوا أولا مظاهر هذا الانتعاش. إذن أول حاجة هو إبراز مظاهر انتعاش اقتصاد منطقة الأورو، ويمكن استخراج أبرز هذه المظاهر وهي على الشكل التالي: أن هناك نسبة نمو متوسطة ومسجعة حوالي 2% سنة 2016، انتعاش الاستثمار، ثم هناك تزايد في نسبة قروض، وهناك ذلك تراجع في نسبة البطالة التي لا تتعدى 10.8%.
في المئة، وهناك كذلك تراجع نسبة التضخم التي لم تتجاوز 0.2% خلال شهر دجنبر دائما من خلال معطيات الواردة في الوثيقة. بالنسبة للعوامل المفسرة لهذه الانتعاش، هناك كذلك مجموعة من العوامل، أهمها تراجع أسعار النفط. كما تعرفون أن أسعار النفط عرفت انهيارا كبيرا، تقريبا من 130 دولار للبرميل إلى حوالي 30 أو 35 دولار للبرميل الواحد. ثم هناك كذلك عامل أساسي هو تشجيع دول منطقة الأورو للاستثمار. العامل الثالث هو الدعم الذي تقدمه الدول خاصة في القطاع الصناعي، حيث طب الحال سجل نمو الدعم المقدم للقطاع الصناعي بمنطقة الأورو. إذن هذا السؤال فيه نقطة واحدة. السؤال الثالث ب، المطلوب هو استخراج العوامل المفسرة لانتعاش نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي لليابان وكذلك دول آسيان. إذن بالنسبة لليابان حاولوا نستخرجوا أهم العوامل المفسرة من خلال الوثيقة الثالثة. هناك مجموعة من التسهيلات المالية المقدمة خاصة التي يقدمها البنك الياباني، هناك كذلك الزيادة في الأجور، هناك ارتفاع أسعار الأسهم، ثم هناك انخفاض أسعار النفط والمواد الأساسية. أما بخصوص بلدان آسيان فهناك ذلك عامل رئيسي وهو تراجع أسعار النفط، واستفادت من ذلك خاصة تايلاند، الفلبين والفيتنام. سؤال 3 جيم، المطلوب منكم استخراج مظاهر انكماش الاقتصاد البرازيلي وتفسيره، وهذا السؤال فيه طب الحال نقطة واحدة أي 0.5 لكل عنصر. غنشوف أولا مظاهر الانكماش اللي كتوضحها الوثيقة 4. إذن هناك تراجع حاد في الاقتصاد البرازيلي، أزمة الصناعات الثقيلة والتحويلية، إضافة إلى تسريح العمال بشكل كبير جدا خاصة مع ثنامي الأزمة التي يعيشها الاقتصاد البرازيلي. بالنسبة للعوامل المفسرة لهذا الانكماش، هناك مشكل الفضائح الفساد الضخمة التي طالت الشركة الوطنية للنفط، وهناك ذلك تقلص معدلات الاستهلاك إضافة إلى تراجع الثقة في الأعمال التجارية. هذا السؤال فيه نقطة واحدة يعني 0.5 لكل عنصر، 0.5 لمظاهر الانكماش و 0.5 بالنسبة للعوامل المفسرة. بالنسبة للسؤال الرابع هو عبارة عن كتابة فقرة تبرز فيه معيقات الاندماج الشامل للاتحاد الأوروبي وكذلك التحديات التي تواجهه اقتصاد آسيان، وهذا السؤال فيه جوج ديال النقط. إذن المطلوب كتابة فقرة. هذه فقط مجموعة من المعيقات اللي كنحاولوا نوضحها على أساس أن التلميذ يكتبها على شكل فقرة مختصرة وموجزة. إذن أهم معيقات الاندماج الشامل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هناك التفاوت التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، هناك تفاوت في توزيع الثروة بين الدول الاتحاد الأوروبي، هناك عدم انخراط مجموعة من الدول الأعضاء في منطقة الأورو، هناك ذلك انخفاض مستوى العيش في أوروبا الشرقية والوسطى، ثم إضافة إلى ضعف أوروبا خاصة في قطاع الإعلاميات والإلكترونيات. بالنسبة لدول آسيان هناك ذلك تواجه مجموعة من التحديات، أهمها المنافسة الخارجية خاصة من الصين والهند، محدودية التوسع، ثم تفاوت نمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر في العديد من دول آسيان. طاقم منتديات فورباك يتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن يكون هذا الشرح المختصر واضح ومفيد. شكرا لكم وبالتوفيق.